بسم الله، السلام عليكم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إذا اليوم سنقدم درس في مادة الرياضيات المستوى الخامس، العنوان درس أعداد الكسرية الجداء. قبل الشروع في الدرس أود أن أعطي تذكير في ما يخص الأعداد الكسرية. إذا رأينا تقديم العدد الكسري، قلنا بأن العدد الكسري هو خارج عدد صحيح على عدد صحيح. بعدها رأينا تساوي عددين كسريين، وقلنا هنا ضرب البسط والمقام في نفس العدد أو قسمة البسط والمقام على نفس العدد. بعدها مررنا إلى توحيد المقامات، وقلنا نأخذ يعني مقام العدد الكسري الثاني ونضربه في بسط ومقام العدد الكسري الأول، ثم مررنا إلى مقارنة وترتيب عددين كسريين، حيث قلنا لمقارنة عددين كسريين لهما نفس المقام نقارن بسطيهما، الأكبر بسط هو العدد الأكبر والأصغر بسط هو العدد الأصغر. بعدها ثم رأينا مقارنة عددين كسريين لهما نفس البسط، وحيث نقارن مقاميهما، فالذي له أصغر مقام هو العدد الأكبر، والذي له أكبر مقام هو العدد الأصغر. ثم بعدها رأينا جمع وطرح الأعداد الكسرية، حيث تقول هنا في هذه الحالة القاعدة لجمع أو طرح عددين كسريين نوحد مقاميهما. والآن وصلنا إلى جداء الأعداد الكسرية، ونستهل درسنا بالنشاط التالي. إذن باعتبار المستطيل U وحدة لقياس المساحات، وطوله وحدة لقياس الأطوال، عبر عن مساحة الجزء الملون بطريقتين مختلفتين. كما تلاحظون الشكل هو كالتالي، إذن الشكل بأكمله كما تلاحظون فهو عبارة عن كله عن مستطيلات صغيرة أو تربيعات. نحن مطالبين بتحديد أو بالتعبير عن مساحة الجزء الملون بالأحمر فقط وبطريقتين مختلفتين. الطريقة الأولى باعتبار طول هذا المستطيل وحدة لقياس الأطوال، والطريقة الثانية ستتم باعتبار أن المستطيل U هو وحدة لقياس المساحات. والآن لنمر لحل النشاط. نعم، لنحسب مساحة الجزء الملون بطريقتين مختلفتين. الطريقة الأولى باعتبار طول المستطيل U وحدة لقياس الأطوال، يتم حساب المساحة بالصيغة التالية، يعني هنا نعتمد على صيغة مساحة المستطيل، والكل فينا يعرف كيفية حساب مساحة المستطيل، وهي طريقة معروفة حيث نعتمد على الطول والعرض. إذن المساحة تساوي الطول في العرض. إذن هنا نحن مطالبين بتحديد الطول والعرض. أولا نحدد الطول، لاحظنا الجزء الملون كما كتلاحظوا فهو يتكون من عشر من ست عفوا مستطيلات من أصل 10، إذن طوله هو 6 من أصل 10، ونكتب 6 على 10. لاحظ لحسبنا عدد المستطيلات اللي كاينه في الشكل كله غنلقاو 10، ولحسبنا غنلقاو. نمر إلى العرض بنفس الطريقة، لدينا 4 من أصل 5، ونكتب 4 على 5. إذن هنا وصلنا إلى تحديد الطول والعرض، إذن لم يتبقى سوى التطبيق. إذن مساحة الجزء الملون هي 6 على 10 في 4
على 5. إذن هنا توصلنا إلى الطريقة الأولى، إذن اللي هي الطول في العرض. إذن والآن نمر إلى الطريقة الثانية. إذن باعتبار المستطيل اي يعني الصغير وحدة لقياس المساحات، يتم حساب مساحة الجزء الملون كما يلي. يعني هنا المستطيل الصغير كنعتبروه بحال شي زليجة. نعم، إذا لاحظنا الجزء الشكل الكلي، فكنلقاو المساحة ديالو كيتكون من 50 مستطيل صغير. إذا حنايا مطالبين فقط بتحديد مساحة الجزء الملون بالأحمر. إذا قمنا بحساب كم عدد المستطيلات الصغيرة هنايا بالنسبة للجزء الملون، فسنجد يعني نحسب 1 2 3، أن هناك 4، وهنا 1 2 3 4 5 6، بمعنى لدينا 24 مستطيلا. إذا من أصلي 50، ومنه فمساحة الجزء الملون هنا هي 24 على 50. إذا نكتب 24 على 50. إذا من الطريقة الأولى يعني من 1 و 2 يعني من الطريقة الثانية، إذا نستنتج ماذا؟ أن 6 على 10 في 4 على 5 تساوي 24 على 50، لأنهم كلا التعبيرين يعبران عن مساحة الجزء الملون، بمعنى أنهما متساويان. إذا لاحظوا معي هنا 24 فهي ماذا؟ ماذا تمثل؟ هي جداء 6 في 4، و50 هي جداء 10 في 5. إذا الاستنتاج هنا نستنتج بأن جداء العددين الكسريين 6 على 10 في 4 على 5 هو ماذا؟ هو عدد كسري، بحيث ضربنا البسط في البسط والمقام في المقام كما كتلاحظ، بمعنى أنه يعني جداء عددين كسريين هو عدد كسري، بسطه هو جداء البسطين، ومقامه هو جداء المقام. إذن إلى هنا تمكنا من معرفة يعني حساب جداء عددين كسريين، وبالتالي نصيغ القاعدة التالية التي تقول: جداء عددين كسريين هو عدد كسري، بسطه هو جداء البسطين، ومقامه هو جداء المقامين. أعيد: جداء عددين كسريين هو عدد كسري، بسطه هو جداء البسطين، ومقامه هو جداء المقامين. إذا هنا نكون قد تمكنا من كيفية حساب جداء عددين كسريين. نعم، إذا لم يبقى سوى أن نقوم بتطبيق يعني بسيط لهذه القاعدة. إذا التطبيق هو عبارة عن نشاط 2، أحسب الجداءات التالية. نبدأ بالجداء الأول، 2 على 3 في 5 على 4. 2 في 5 10، 3 في 4 12، إذن هي 10 على 12. إذن هناك نلاحظ تطبيق مباشر. ثم هناك 7 على 6
في 8 على 5، 7 في 8، 56، و6 في 5، 30، بمعنى 56 على 30. ثم هناك العملية الأخيرة اللي هي 10 على 7 في 9 على 7، هنا ردوا البال، راه ماشي توحيد المقامات أو الجمع، هنا الجداء. 10 في 9 90، 7 في 7 49، إذن هي 90 على 49. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في حصة قادمة.